السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كلمة في أصفهان. عشان بلدنا تكبر لازم نبني ما نهدمش، لازم نكون إيد واحدة. من أهم البنى ده إن إحنا نتفق على عمل واحد يكون عمل جماعي أو تطوعي. كان لينا حلقات قبل كده أو لينا حلقة قبل كده اتكلمنا فيها أو كنا بمعنى أصح بنشجع فيها الشباب وبتكون بمثاب تحفيز ليهم. النهاردة برضو معانا في حلقتنا ضيوفنا اللي كانوا مشرفين المرة اللي فاتت، عايزين نعرف تأثير الحلقة اللي فاتت ايه عليهم بالنسبة لمحافظة الدقهلية وبالأخص رجالة وشباب أشمون الرمان. أرحب بضيوفي اللي هنعرف منهم النهاردة الإنجازات اللي حصلت بعد الحلقة ايه. أرحب بضيوفي، أهلا بحضرتك أستاذ إيهاب الباز. أهلا بحضرتك. إزاي حضرتك أستاذ محمد؟ أستاذ محمد أبو الوفا. أستاذ إيهاب، في البداية حضرتك طبعا الحلقة اللي فاتت عايزة أعرف من حضرتك حبة معلومات عن تحفيزها بالنسبة للشباب وأهم الإنجازات اللي حصلت من بعد الحلقة دي. في البداية أنا بشكر حضرتك وبشكر فريق الإعداد على الاستضافة. أنا بعتبر إن إحنا ما عملناش إنجاز، أنا بعتبر إن إحنا بنفتح الباب لكل شاب في أشمون إن هو يعمل إنجاز، يعني إيه؟ الكل يشتغل معانا ويتفاعل معانا، أنا بفتح لهم الباب بس. إحنا لما بسرع زراعة الأشجار إن إحنا عملنا يوم مثلا بدرنا بإن يبقى في يوم نظافة في أشمون تبقى حاجة مستديمة، الشباب يتفاعل معانا، بعد كده يبقى في انجازات، لان احنا في سلبيات في اشمون نفسنا ان احنا نتخلص منها، يعني في سلبيات في اشمون كل واحد فينا له دور المفروض ان هو هيقوم بيه، يعني انا ليا دور، حضرتك ليك دور، المسؤولين لهم دور، الاهل في البيت لهم دور. موضوع التكاتك ده عامل مشكله مثلا في اشمون، يعني الصوت العالي، ان ما بيراعوش مثلا ان في ناس مريضه، في ناس عندهم حالات وفاه، فدايما فيه ده مش دوري، المفروض ان ده مثلا بيرجع لاهلهم او لاهلهم مثلا. حته برضه البلطجه مثلا في التكاتك او ان هو يشيل مثلا سلاح في التوك توك، المفروض الحاجات دي كلها يبقى عليها رقابه. انا دوري بقى ان انا مثلا في اشمون طريق ما بين بلدين اللي هو اشمون وعزبه اشمون، تمام، الطريق ده طريق السكه الحديد، فده احنا بنطالب من مده ومن مده طويله ان يكون في مزلقان عشان نحافظ على ارواح الناس فيه. مانيش عارف برضه في مشاكل، يعني دايما عايزين بس اهتمام بالحاجات دي، يعني احنا بندور على الحاجات، هي حاجات بسيطه كلها، يعني كلها حاجات بسيطه وكلها في ايد المسؤولين، بس عايزين يبقى في اهتمام بس بينا وباهتمام باشموه. طيب ارجع تاني، معلش يا استاذ ايهاب، ارجع تاني للنقطه الاولانيه اللي هي تحفيز الشباب وتشجيعهم. هل بالفعل ده تم بعد ما طلعنا من الحلقه اللي فاتت ان احنا كنا بنحاول او حضراتكم كنتوا بتحاولوا ان انتوا تحفزوا الشباب، تعرفوهم ان هم تعبهم ما بيروحش هدر، بالعكس العمل الجماعي ده انا ليا دور وحضرتك ليك دور واستاذ محمد ليه دور، هل لاحظت في فرق او في سرعه الانجاز في الانجازات او في الشغل اللي حضراتكم بتعملوه في اشمون؟ ايوه، في تفاعل من الشباب وتفاعل ملحوظ جدا في البلد. انا نفسي حتى بجيلي اتصالات كتير من الشباب، يعني هم اللي قعدوا بيعرضوا علينا المساعده. طيب الحمد لله. عاد في تكاتل من البلد ان احنا برضو نعمل حاجه، عاد في تجاوب من ناس كتير وفي تجاوب من المسؤولين، بس كل حد وله مجاله، يعني كل حد وله مجال ما بيقدرش يتعداه. فاحنا عايزين الكل بس يتفاعل معانا بحيث ان احنا مثلا نبقى حتى ايه قدوة كده للبلاد اللي حوالينا برضو ان هم مثلا يعملوا حاجة، نوسع الدايرة بتاعتنا. دي صور من عند حضراتكم في أشمون صح يا أستاذ إيهاب؟ تمام. كلمني برضو عنها، يعني بالنسبة لموضوع الكمامة في الشارع والكلام ده كله، هل برضو عملتوا إجراء في ده أو أنجزتوا حاجة فيه من بعد الحلقة؟ مفيش، احنا عملنا مبادرة ان احنا اللي ننزل احنا بنفسنا. تمام. ونبتدي التنظيف. تمام. يعني احنا اللي نبدأ ما نجريش ورا مسؤولين يعملوا لنا اي حاجه. فاحنا عايزين برضو يبقى في تفاعل، وعايزين الناس يبقى في وعي، وعايزين يبقى في مراكز الشباب المفروض يكون فيها وعي وفيها ندوات ثقافيه للشباب مثلا عشان يعرفوا برضو التنميه، العمل التطوعي، الحاجات دي هتفرق، وهي دي الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي اصلا هتقضي على السلبيات. يعني احنا عندنا مزرعه مثلا في اشمون مساحتها كبيره وهي من مده ومن مده طويله، فاحنا بنجري الوقت برضه وبنتصل بالمسؤولين، هم متفاعلين معانا، بس احنا عايزين نعمل حاجه، ننجز حاجه قدام الشباب بحيث ان احنا نقول احنا عملنا انجاز، فيتفاعلوا، يبقى في تفاعل اكتر.
طيب بالنسبة للمنشور اللي حضرتك نزلته بقاله يومين على جروب ائتلاف شباب أشمون الرمان بالنسبة للمزلقان اللي حضرتكم بتطالبوا بيه، هل اللي تم في الإجراء ده حاليا لحد النهاردة؟ لحد النهارده ما فيش اكتر من ان هو ورق، وبعدين في عقبات، لان هو عشان يقفل الطريق ده يبقى مزلقان، عايز يقفل كل طريق معدي من الطرق التانية برضه يقفلها بحديد، فدي معوقات برضه في قدامنا. احنا عايزين بس تسهيلات من المسؤولين ان الحاجات دي يعني دي بلد ودي بلد، وبيحصل عليها حوادث كتير، يعني مش حاجة سهلة ولا حاجة بسيطة، دي ارواح ناس. فدي في ايدينا، يعني موضوع التكاتك ده مش في ايدينا. يعني انا كنت طالع في توك توك مواصلة من بلد لبلد، ففي لجنة واقفة، فهو بلف بالتوك توك طلع سلاح من التوك توك، لو طلع يحارب كفار قريش مش هيحتاج السلاح ده كله. بس يعني بدون قطع كلام حضرتك يا استاذ ايهاب، المعروف والمعتاد دلوقتي ان توك توك اصلا ممنوع سيره في الشوارع، ما بالك بقى لما يكون في سلاح؟ ده لو حضرتك بس خدت له صوره او بلغت عنه بيتسحب منه في الوقت وفي اللحظه اللي حضرتك واقف فيها. لا، ما هو معظم التكاتك عندنا ما فيش فيها اصلا، يعني ما فيهمش مرخصين، ما لهمش رقم عشان انت تحدديه. يعني في، ما هو احنا بنطالب بقى بديا يعني. فدي من الاهل اصلا، يعني حتى صاحب التوك توك يوعيه، عشان احنا مش هنعمل على كل توك توك واحد. يعني الحته دي انا حتى لو بقول لسواق توك توك وطي بيعند وبيعلي، يقول انا حر. انا حر. وانت برضو رأي حضرتك كده يا استاذ محمد بالنسبة لموضوع التكاتك مع الشباب اللي ممكن يكون عندهم تفكير سلبي شوية من ناحية الناس اللي في الشارع؟ اولا لازم المرور، لازم التوك توك يرخص، لازم. احنا عندنا اغلبية التكاتك مش مرخصة، زي ما الاستاذ قال، يعني احنا ما احناش قادرين نجيب، هنجيب التوك توك ازاي؟ يعني التوك توك زي ده فيه سلاح، نجيبه ازاي؟ انا لو كلمته الله اعلم ممكن يحصل ايه. انما لازم التوك توك اولا المرور يرخص التوك توك. بس حضرتك يا استاذ محمد معلش بدون قطع كلام حضرتك، انت بتقول التوك توك في الشارع في مكان عام، يعني ابسط حاجه ان لو اتجمعوا اربع خمس اشخاص عليه ان هم ما يحركوش من مكانه وتطلبوا من حد من المسؤولين في اشمون، اكيد هيتم القبض عليه في الفور، صح ولا صعب؟ لا، صعب على الوحده المحليه. تمام. طيب المسؤولين عندنا، انا معايا بعض الفيديوهات عايزه برضو تعقيب حضرتك عليهم يا استاذ محمد بالنسبه برضو للانجازات اللي بتقوموا بيها في اشمون، وبالنسبه للعمل الجماعي، وبالنسبه لتوحد الشباب عندكم في اشمون. بعد اذنك استاذ تامر، الفيديوهات عايزاها. اتفضل يا استاذ محمد، عقب لي على اول فيديو معانا على الشاشه. ده مركز شباب اشمون رمان. تمام. احنا ما عندناش مركز شباب اشمون، ما عندناش مركز. من 3 سنين تم اغلاق هذا المركز. مركز على 700 متر، لحد النهارده ما اتعملناش مركز شباب. طب احنا نطلع نقعد فين؟ مشينا رحنا للمسؤولين على اساس ان هم يعملوا لنا مركز شباب، قال لك هنعمله، هندرجه في خطه 2021 2022. ده الكلام ده من 3 سنين. يعني المفروض يبقى فيه الخطوات التنفيذية في 2020 اللي احنا خلاص أول شهر اهو اللي جاي إن شاء الله. احنا بنجري عليه بقالنا أكتر من 3 سنين. 3 سنين مركز الشباب مغلق. يعني الشباب تروح تقعد على القهوة؟ مركز الشباب مغلق بعيداً عن المسؤول النهائي. طب وبالنسبة للكمامة اللي معانا في الفيديو ده؟ يعني تقريباً الوحدة المحلية يعني ما فيش فيها حاجة. الوحدة المحلية بأشمون الرمان جميع المعدات بتاعتها معطلة تماماً. كمامة في الشوارع ما احناش قادرين نعمل فيها حاجة. رحنا للوحدة المحلية أكتر من مرة، قال لك صلح الجرارات. طب أنا هصلح لك الجرارات منين؟ أنا أجيب لك دعم منين علشان أصلح لك الجرارات؟ المفروض أنت تطلب من الحكومة دعم علشان تصلح لك الجرارات، لأن أنت حضرتك بتجي لي كل آخر سنة بتاخد 65 جنيه مني أو من على الشقة 65 جنيه، بتعمل بالفلوس دي إيه؟ لأن تذهب أموال الوحدة المحلية بأشمون الرمان وأنت ما عندكش جرارات أساسا. تمام. احنا عاوزين يعني نحارب حتة، لذلك احنا نزلنا على الصفحة ان احنا نعمل مبادرة بالنظافة، نبدأ بنفسنا على الأقل والوحدة المحلية تشتغل، ولكن مفيش استجابة للوحدة المحلية أساسا. الوحدة المحلية مغصوبة على أمرها، يعني الوحدة المحلية مغصوبة لأن هي مفيش فيها إمكانيات. يعني تخيل إن 70,000 نسمة في أشمون في الوحدة المحلية، عامل واحد، وأنا بعت صورته، هو عامل واحد اللي يعتبر شغال في عامل وسواه، يعني هي مغصوبه، ما فيش حد من المسؤولين متقاعس مثلا او حاجه، لا هم مغصوبين لان ما فيش امكانيات.
جرارات ما فيش جرارات، معدات ما فيش معدات عشان تطلع اصلا تشتغل. وده اللي انا قدمت طلب للمحافظ ان احنا ناخدها خاصه عشان نريحهم من كل ده. يعني احنا حتى خدناها مش كنا واخدينها مكسب ولا حاجه، لا احنا بناخدها عشان ننظف البلد. بس في بنود وفي شروط ما حدش يعرف يعملها، يعجز ان هو يفكر فيها معقده. ايوه هما بنزلوا شروط معقده عشان احنا ما نعملهاش. فاحنا بنتمنى يكون في تسهيلات، يعني يبقى في تسهيلات للشباب ولدور الشباب. بس طيب معانا اتصال تليفوني استاذ محمد. اول الو 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 السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك يا فندم، شرفني اتصالك مع حضرتك. محمد مصطفى كامل، احد ابناء قريه اشمون الرمان. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد، اتفضل تحت امرك. ولو حابب تضيف حاجه معانا النهارده قدامان حضرتك من نفس المحافظه اتفضل. يا حضرتك بس اولا بشكر القناه وحضرتك انها اتاحت لنا الفرصه نعرف الناس بينا واللي بنحلم بيه بمستقبل افضل لقريتنا. الحاجه الثانيه احب اقولها ان لما بدانا مشروع ائتلاف اشمون الرمان كان شعارنا المصلحة العامة وإنكار الذات، والحمد لله عندنا ثقة كاملة في الشباب اللي مع حضرتك إن هو يقدر يوصل صوتنا للمسؤولين من خلال حضرتك والقناة. إن شاء الله. الحاجة اللي بعد كده اللي بنتكلم فيها بينقصنا بعض الخدمات اللي هي طبعا أساسا هي المفروض إنها باختصاص أعضاء مجلس الشعب، للأسف الشديد إن إحنا بنشوفهم قبل الانتخابات في جميع المناسبات وبيحضروا لنا جميع المناسبات وينزلوا بعد كده ينجح العضو من دول ما عدناش نشوفه للاسف ولا يؤدي اي واجبات له. يقعدوا يوعدوا وما بينفذوش الوعود دي فيما بعد لما بيمسكوا بالفعل. للاسف للاسف يعني الشديد، وان احنا متواصل دايما معاهم. يعني حضرتك عندنا ملفات شائكه جدا في البلد، اهمها حاجه اللي بنتكلموا عليها الشباب لما حضرتك استاذ محمد استاذ ايهاب. عندنا ملف هدم مركز الشباب وتنجيل الملعب، ده بنجري عليه من اكثر من 3 سنين. وعدونا كان المفروض يتنفذ السنه دي، رجع قال ده احنا حطيناه في الخطه اللي بعدها عشان طبعا الانتخابات قربت وكلام اوهام كله. عندنا مركز طب اسره كانت مستشفى مركزي اتهدت واتبنت تاني على اعلى مستوى، وبعدين فوجئنا ان هم سموها مركز طب اسره. يمكن هي حضرتك قدامك هي في الصوره مع حضرتك. ايوه. دي الدور الثاني لوحده 32 غرفه فاضيين، كلهم فاضيين مفيش فيهم اي حاجه. يعني احنا بنحلم ان احنا نحولها مستشفى مركزي تخدم اكثر من 30 قريه تابعه للوحده المحليه باشمون الرمان. تمام، واحنا مع حضرتك في الفكر ده لان هو بالفعل فكر صحيح ويفيد الاماكن دي او يفيد المنطقه نفسها. واحلى ما في الموضوع برضو يعني ان شاء الله خير. الضغط على المستشفى المركزي بتكرمس كتير لان فيها مساحه وفيها امكانيات، كل محتاجينه شويه دكاتره وشويه مستلزمات يعني مش كتير. الحاجه الاخيره اللي بنحلم بيها برضو ان شاء الله برضو عندنا بعض الطرق يعني الحيويه جدا في البلد المؤسسيه لمجمع المدارس، طبعا واقفين الصرف فيه عايزين نرصفه. الصرف طبعا ما ينفعش، الرصف ما ينفعش الا لما نخلص الصرف ده، مش عارف واقفينه ليه بصراحه برضو. بنحلم حاجات كتيره ان شاء الله بدعمكم لينا ومساندة القناه وطرحها للمسؤولين، وان حضرتك تقدر توصلوا صوتنا ان شاء الله. بنحلم بمستقبل افضل لقريه اشمون الرمان، وان احنا نكون الحمد لله قدوه للشباب وبعد كده نحقق كل اتمنى القريه، خصوصا ان احنا بنحلم بحاجات يعني عامه ما بننسوش اي مصالح شخصيه مش في اختصاصنا خالص. ان شاء الله ربنا يوفقكم باذن الله، وان شاء الله سوقكم يكون وصل على الاقل للمسؤولين في الاماكن او في المحليات عامه، لان الظاهر ان المحليات معظمها فيها مشاكل من المسؤولين. اتمنى ان صوتنا كلنا يوصل لده عشان شباب محافظه اشمون وشباب محافظه القاهره وشباب محافظه اي محافظات في مصر عامة يحسوا ان في مسؤول بيتحرك هم كمان يبدأوا يتحركوا. يعني كويس تقريبا يا استاذ ايهاب ويا استاذ محمد، الحلو ما في الموضوع ان في رجاله وفي شباب عايزه تتحرك، عايزه تساعد، عايزه تعمل في، عايزه تحط ايديها في ايدين المسؤولين اللي في البلد عشان تطلع وتنهض للاعلى ان شاء الله. طيب استاذ ايهاب برضو كلمني عن موضوع المزلقان والاوراق وقفت لحد فين والكلام ده. ما هو مفيش تحرك، هو في وعود ان هو المفروض ان هو هيتم الفتره الجايه، بس حاطين نفس العقبات ان هو اكتر من طريق على نفس الخط مثلا، فعشان يعمل مزلقان في مكان عايز يقفل بقيه الطرق الثانيه. طيب ما هي دي حاله استثنائيه لان هو بربط بين بلدين، واحنا المنشئ يعني هو شرط يا اما اقفل هنا واسيب طريق واحد اللي مفتوح، يا سيبهم مفتوحين خالص ويحصل عليه حوادث. في حاله استثنائيه بين بلد وبين بلد. موضوع الشارع اللي رايح على المدارس، انا بكلم مسؤول يعني بقول له مثلا ده طريق رايح للمدارس كلها مجمع مدارس، قال ده انت لو نقلت المدارس في حته تانية مرصوف اسهل من اللي انت بتتكلم فيه. يعني بكبروا العمل، والعمليه مش كده يعني مش مستاهله. طيب. كلها حاجات بسيطه جدا.
بالنسبه لدورك برضو يا استاذ محمد، كلمني برضو عن نفس الموضوع اللي الاستاذ هياب بيتكلم فيه، سواء كان المزلقان او سواء كان المدارس او المركز اللي حضرتك برضو كنت بتتكلم عنه. اسمع حضرتك اتفضل. انا هتكلم عن المستشفى. تمام اتفضل. مستشفى اشمون رمان او مستشفى تكامل اشمون رمان او طب الاسره باشمون رمان، طب اسامي ملناش دعوه بيها. احنا كان عندنا مستشفى تكامل من البدايه خالص، خدها المقاول مبنى على 3500 متر، مبنى فيه 57 غرفه، مبنى ب 9 مليون جنيه، مبنى اتسلم يوم 24/1/2011 الساعه 10 مساء، وتقريبا كان في نفس الميعاد ده وفي نفس الساعه دي تقريبا كل المصالح الحكوميه توقفت، لانها كانت قبل الثوره بساعتين. ازاي مبنى زي ده يتسلم الساعه 10 مساء؟ ازاي مبنى بهذا الحجم يعني 9 مليون جنيه في 57 غرفه مفيش فيه معهد كلي؟ فجأة في عندنا في الوحدة المحلية أكتر من 150 حالة فشل كلوي موزعة على المراكز اللي جنبنا. في قدامنا على طول، قدام المستشفى على طول، فيه مزرعة، مبنى المزرعة القديم. بس سؤالي يا أستاذ محمد، والمركز ده لحد النهاردة ما اشتغلش طبي خالص؟ لا موجود بيشتغل. شغال؟ بس أسنان أطفال لحد الساعة 2 الظهر. ما في وظائف حكومية. في 57 غرفة، إحنا عندنا 37 غرفة فاضيين مش فيهم أي حاجة. المنصوره مساحه كبيره تقريبا زي ما حضرتك بتقول، يعني ممكن نستغلها في كشوفات جميع الامراض. المستشفى ما فيش فيها اسعاف يعني، حتى ما فيش فيها ولا طوارئ ولا الكلام ده. ولا طوارئ ولا اي حاجه، ما فيش الكلام ده. يعني لو عايز اغير على جرح لازم انا اروح دكرن. بيننا وبين دكرن حوالي 5 كيلو او 3 كيلو. بيننا وبين مدينه النصر 5 كيلو. يعني لو في حادثه حصلت بالليل نوديها فين؟ طب حضرتك تطلب ايه عشان نهايه البرنامج؟ تطلب ايه؟ وهسمع برضو طلبات استاذ ايهاب. حضرتك تطلب ايه من المسؤولين؟ تطلب ايه من الشباب؟ تطلب ايه من من المجاورين في المنطقه للقيام بهذا العمل على اكمل وجه؟ انا مانيش عاوز اكلف الحكومه حاجه. في مبنى موجود قدام المستشفى مباشره. المبنى ده عباره عن 450 متر، ده كان مبنى المزرعه القديمه. المبنى ده احنا طلبنا من الوزاره، وزاره الزراعه، اللي احنا نشتري المبنى ده لصالح الوحده المحليه باشمون رمان، سواء تبرع او بالبيع النهائي، نعمل فيه المركز الكلوي حتى لو بجهود ذاتيه. نعمل فيه حضانات للاطفال. النهارده الطفل لما بيتولد بيتخش الحضانه ب 1000 جنيه. طب لو قعد 15 يوم يدفع 15000 جنيه، مين اللي هيدفع 15000 جنيه؟ صح. مين في اشمون رمان هيدفع 15000 جنيه في 15 يوم؟ يعني حضرتك بتطالب ان هم يمكنوكوا او يملكوكوا من المبنى ده مؤقتا عشان خاطر. لو حضرتك بصيت على الشاشه هتلاقي المبنى ده عباره عن مبنى مهجور بيترمى في القمامه. تقريبا كده في بالليل بيحصل فيه اعمال غير اخلاقيه. تمام. مخدرات في كل حاجه، وامام المستشفى وسط الاهالي. ادونا المبنى ده، ايه المشكله لما تدينا المبنى ده؟ انت مرميه بقالك 25 سنه ليه؟ ادهولي وانا استفاد بيه للشباب حتى. عندي ارض ورا المقابر مباشره. طب حضرتك قدمت الورق الكافي انك تاخد المكان ده؟ احنا قدمنا الورق للدكتور هرمس رضوان عضو مجلس النواب اكتر من مره، قدمناه للسيد المحافظ، هو ما حدش كلمنا، ما حدش لحد النهارده بص على المبنى. طب يعني اتمنى من سياده المسؤولين حضرتك ترجع تتابع معاهم تاني يا استاذ محمد، واكيد هم ان شاء الله هيحاولوا ينجزوا في الموضوع ده، بحيث ان حضراتكم لما بتتكلموا على عمل جماعي زي كده عشان يفيد الاماكن هناك. استاذ ايهاب برضو حضرتك اتفضل، قول لي تعقيب حضرتك او مثلا طلباتك او مش هقول نصائح، لا انا هقول طلبات دلوقتي لان العمل محتاج طلبات. اتفضل. انا طلبي بسيط جدا وهو سؤال، يعني هو سؤال، انا مطلوب مني ايه كشاب عايز اخدم من غير ملجا لعضو في مجلس الشعب؟ يعني لو افترضنا ان عضو مجلس الشعب عينه مش على اشمون رمان، وانا ابن اشمون رمان وعايز اخدمها، لازم الجا ليه؟ يعني انا اتحرك ازاي؟ احنا محتاجين يبقى في توعيه، يبقى في مثلا انا اعرف انا دوري ايه او اتحرك ازاي او ما احب اعمل حاجه البلد اعملها ازاي. مش انا مش هيبقى روح بلد كلها مثلا معلش في ايد عضو مجلس الشعب لو برن عليه او عايز اقابله حتى مش هعرف اقابله. لان لو بكلم اقل مسؤول في وحده محليه ما بعرفش اكلمه، فما بالك ان ده عضو مجلس الشعب. فاحنا عايزين نعرف بس حد من المسؤولين يهتم بينا يقول والله الباب مفتوح مثلا، احنا نروح نقدم طلباتنا، نعرف نتحرك، نعرف. انا نفسي بس نحسس الشباب حتى في اشمون ان في انجاز حصل. يعني لو المزلقان اتعمل كده احنا عملنا انجاز، لو المدرسه اتعملت عملنا انجاز، فهتلاقي الكل تفاعل معانا والكل بدا يشتغل، انما غير كده صعب. طب
طبعا انا اتشرفت بحضراتكم معانا، وللاسف وقت حلقتي خلص. شرفتني يا استاذ ايهاب، شرفتني يا استاذ محمد. ان شاء الله اتمنى من كل مسؤول في مصر كلها، مش بس على مستوى او محافظه الدقهليه اشمون رمان، لا يا ريت من كل مسؤول. وقلنا الحلقه اللي فاتت وقلنا الحلقه دي وهنقول الحلقات الجايه، وهنقول في كل موقف بيقف عنده شباب عايزه تعمل حاجه وبتقف تحت كلمة مستني ورقة تتمضي من مسؤول أو من موظف حكومة. ياريت نسهل بس العملية دي، أجراءات قانونية لازم وبحت علينا أن هي لازم تتعمل. أوكي مفيش مشكلة، وإحنا طبعا بلد قانون وروح القانون، بس عشان خاطر الشباب تعمل حاجة لازم نمد إيدينا شوية. للأسف وقت حلقتي خلص، إلى اللقاء الحلقة القادمة، وبشكر كل تيم عمل الصحة والجمال. مع السلامة.